إلى فقرتنا التالية سلمى، رح نروح فيها معك. أكيد سالي، يعني يمكن كلياتنا بنتعذب بالبداية وقت بنتخرج، شو بدنا نكتب وكيف بدنا نعمل السي في تبعنا وشو لازم يكون موجود صح، بهذا السي في وكيف كتابته، وبنصير بنطلع على النت ونشوف نماذج مختلفة. 100% سلمى. واحيانا يعني في اشخاص يمكن بيكتبوا سي فيهم مثل ما هن شاغلين، يمكن ما في خبره بيكتبوا للشركه او للمكان، ما في خبره، احيانا بصير في زياده لرغبه الشخص انه يشتغل او يقبلوا. يمكن هون نحن وصلنا لفقرتنا التاليه وهي كتابه السيره الذاتيه بشكل مناسب. يعتبر من اكبر التحديات يلي بيواجهها الطلاب حديثي التخرج، فالأغلب لا يجد المحتوى المناسب أو الخبرات العلمية التي يمكن يا سلمى أنه يضيفوها مثل ما ذكرتي لسيرتهم الذاتية. أكيد سالي، واليوم رح نحكي عن كتابة السيرة الذاتية، عن مقابلة العمل وغيرها من التفاصيل اللي رح يطلعنا عليها ضيفنا لليوم السيد عبد قهوجي، وهو اختصاصي بإدارة المشاريع الصغيرة ومدرب بشركة خطوات. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم وصباح جميع المشاهدين. مثل ما تفضلتوا، اليوم رح نحكي عن السيرة الذاتية ودورها بالتوظيف. نعم، دائما نحن بنحكي بمهارات التواصل. لما بدك تتواصل مع حدا وتوصل لحل معين، افهم مخافه، فهم مخافك، وتوصل لحل وسط. فنفس الشيء هلا رح نطبقه على السيرة الذاتية وعلى التوظيف. انا لما بدي اروح على الشغل بدي اعرف ليش بدي انقبل وليش ما بدي انقبل. صحيح. فبدي افهم شو بده اول شيء مسؤول التوظيف، فضروري جدا اعرف شلون بتصير عملية التوظيف. كثير من الناس بتروح بتقول انا ملبي كل الشروط وعندي سي في كثير قوي، ما قبلوني قوية. بس رحت وما انقبلت، اكيد اجى حدا واسطه اخذ مكاني. يا عمري الحياه مو واسطه وما حدا اخذ مكانك، بس انت ما عرفت تعرض قدراتك بشكل جيد. فهلا رح نحكي سوا شوي لنعرف شلون نعرض امكانياتنا وكيف ناخذ الفرصه اللي بنستاهلها. بدايه كيف بيصير التوظيف؟ بيتم عرض الوظائف عن طريق سوق العمل من قبل مسؤول التوظيف او صاحب العمل. فنحن بنشوف هي الوظائف ومنقدم عليها. مسؤول التوظيف بيجي ما يقارب ال100 سيره ذاتيه لكل منصب وظيفي معروض. فما معقول هو هذا الزلمه يمسكهم ويقراهم كلياتهم ويدققهم كلياتهم. فانا لازم ضويله على شيء مهم. بس بدي اعرف شلون بتصير عمليه التوظيف اول شيء. توصل السيره الذاتيه عند مسؤول التوظيف. بمعظم الشركات وعالميا صار التوظيف بيتم عن طريق فلتر الكتروني اول شيء للسيره الذاتيه. بياخذ السيره الذاتيه بفلترها حسب المطلوب للمنصب الوظيفي، بيختار كلمات مفتاحية، بيختار شوية شغلات بتحدد لي شو بده مسؤول التوظيف. بتتفلتر هي السيرة الذاتية، بتتقلص مثلا من 100 سيرة ذاتية بيوصلني 10. هون مسؤول التوظيف بياخذ هدول ال10 سير ذاتية، بدور على الثغرات بالفترات المهنية مثلا، يا ترى هذا الزلمة كان عنده فترة بطالة؟ ليش كان عنده فترة بطالة؟ اشتغل، تخرج وطول لاشتغل، معناته في عنده مشكلة. مشتغل متدرب على حاله منيح، مغطي لي الشيء اللي انا بدي اياه. بس يساوي هذا الشيء هو قلص القائمه اللي عنده، بتصفى 4 أو 5 سير ذاتيه من اكثر الناس اللي هن مناسبين لهذا الشاغر. نعم. هون هو بيتصل فيهم وبياخذوا الفرصه الاولى مرحله التوظيف. نعم. لحتى يعملوا المقابله. مسؤول التوظيف ثبت حسب اخر دراسه بياخذ بين 30 ل 60 ثانيه بس لحتى يراجع السيره الذاتيه تبعنا. فالسر بالسيره الذاتيه هو بيكمن بالثلث الاول منها، اللي بيشمل هو التعليم، المعلومات الشخصية والمهارات المهنية. فهون هو بيراجع بشكل كتير سريع بمرحلة الفلتر. حلو. فأنا بدي أعطيه الملخص، بدي أعطيه الشيء اللي عم يدور عليه، بدي ألفته. فهون نحن بنعلم الناس بالسيرة الذاتية يحطوا كلمات مفتاحية، نقاط قوة. مثلا بقول أنا إذا مقدم على شغل منصب وظيفي مسؤول مبيعات، بقول أدرت فريق من 50 موظف، اشرفت على كذا، بنستعمل كلمات الحركه بنسميهم اللي بتنتهي بحرف التاء. بقول حققت نسبه ربح 14%، حققت نسبه مبيعات كذا، بذكر ارقام. لما اكون انا مسؤول توظيف وعم بقرا هذا الشيء فبشوف انه هذا الزلمه قادر يعمل شيء، قادر يضيف لي قيمه، قادر يرفع لي مبيعاتي، فهذا الشخص بيناسبني. حلو. بنلعب على هدول الاشياء. اوكي، كثير منيح. يعني نحن سيد عبد يمكن بنلعب على هدول الاشياء او بيكتب هدول الاشياء، ولكن قد ايه بده يكون في مصداقيه؟ يعني ما مثلا في كثير اشخاص نحكي هيك بشكل واضح انه بيكتبوا قدرت او شاركت وهن ما هنن مشاركين وما هنن اداريين. هون كيف بنعرف؟ يعني في عمليه مثل ما بيقولوا تريننج للشخص لاكتشاف هل هو كان صادق بما
يكتب او شو كاتب بالسي في، او انه مجرد ما هو بده يعبي سي في؟ هيدي نقطه كثير مهمه. من نحن وصغار بيقولوا لنا دائما الصدق ينجي، اكيد الكذب حبله قصير، اكيد. في حال انا ضفت معلومات غير صحيحه على السيره الذاتيه بالمقابله، من اول سؤال رح يبين مع مسؤول التوظيف، هو شخص مارق عليه عدد كثير من الناس ومختص بهذا المنصب اللي عم يجيب موظفين له، عنده فكره عنه، فاذا ناقشني مجرد نقاش بسيط رح يكشفني. وفي حال جاوزت انا هي المرحله وكنت شاطر كثير بالمراوغه، عند اول تجربه بالشغل اول ما استلم منصب الوظيفي رح يبين اني غير مؤهل، تمام، وانه ما عندي خبره. فدائما بكل شغل في فتره تجريبيه بتتراوح فترتها من شركه لثانيه، فهون رح يعتذروا مني ورح اكون ضوعت وقتي ووقتهم، وانحسبت لي فرصه ضائعه وكون يمكن روحت فرص كانت مناسبه لي اكثر. نعم. فدائما الصدق ينجي يا جماعه، خلينا دائما نحكي بصراحه بالسيره الذاتيه. اكيد. طيب استاذ عبد الله، خلينا ندخل اكثر بتفاصيل حضرتك. قلت امثله، بتعرف يعني عناصر السيره الذاتيه بتختلف بين شخص وبين شخص وبين وظيفه ووظيفه، ولكن في عناصر اساسيه لازم تكون موجوده. خلينا نحكي شو هي العناصر الاساسيه اللي لازم اي متقدم لاي نوع من انواع العمل يكون موجوده، وبعدها نفصل كيف بندخل العناصر الاستثنائيه. كلام حلو كثير. دائما السيره الذاتيه بنحب نقسمها لاربع او خمس اقسام. اول قسم بيكون دائما المعلومات الشخصيه، بعدين هلا رح احكي لكم سر كثير صغير. للطلاب، في ناس بتقول انا متخرجه جديد ما عندي خبره مهنيه، شو بدي احط بالسي في؟ إذا قدرت تعرض مهاراتك العلمية بطريقة جيدة صدقني رح تنافس ناس عندهم خبرة مهنية 10 سنين. ممكن. مثلا إذا كنت أنا طالب دائما بنصحك تحط المهارات التعليمية قبل المهنية، خصوصا إذا كانت المهارات المهنية ضعيفة، أو مثلا في طلاب بتشتغل شغل مؤقت أو بتشتغل بمطبعة أو بمكتبة وبتقدم بعدين على شغل مجال اختصاصي. فاسكور مهاراتك العلمية أول. لما تسكور مهاراتك العلمية اكتب شو دراستك، إذا كان معدل التخرج جيد فينا نحطه، أما إذا كان بيسوي البش ما نحطه يا جماعة، ما حيعمل قيمة مضافة. اذكر شو أنجزت خلال دراستي، مثلا استلمت حملة لنساوي مثلا محاضرات للطلاب اللي بيوتها بعيدة وما قدرت تنزل تحضر محاضرات. مثلا خلال فترة كورونا ساهمت أنا إني ساوي المحاضرات PDF مشان تقدر الناس تاخذها وتدرسها ببيتها. بذكر هدول المشاريع اللي عملتها، بذكر اهم المواد اللي كانت عندي بالجامعه. مثلا انا مقدم على محاسبه، مختص محاسبه ومقدم على شغل بالمحاسبه، فانا بذكر ضمن دراستي العلميه اني انا كان عندي مواد محاسبه تكاليف، محاسبه ماليه 1 و2، فهون مسؤول التوظيف رح يقرا يشوف انه انا متخرج من الجامعه درستني هدول هو طالبهم، فانا عندي الشيء العلمي المطلوب، فهو بس بده ياهلني شوي مهنيا وانا بصير جاهز لاشتغل معه. حلو. هذا السر اللي بنستعمله مع الطلاب، حتى لو ما كنت متخرج بحط تاريخ التخرج المتوقع، هذا بيعطيه فكره انه انا خلصت دراستي بوقت مناسب والتزمت بالوقت وكنت مهتم عن جد بدراستي، ما ضوعت وقت. نعم. كمان في نقطه مهمه خلينا كمان نلقي او نسلط الضوء عليها، هي بالسي في بيكون مكتوب السي في وشخص جاي لمقابله العمل للمقابله الشفهيه، فبيتفاجئوا انه هذا نفسه الشخص يلي كاتب هذا الموضوع او مكتوب عنه هذا الموضوع بيكون خجلان او بيتلعثم، ما عاد يعرف يحكي قدام الشخص. هو بيكون عن جد شاطر ويمكن السي في تبعه هو مهم كثير وعنده خبرات، بس وقت اجى على المقابله فما عاد عرف يعمل شيء ابدا. هون شو كيف بنحضر ايضا للمقابله الشفهيه؟ يعني لانه وقت يجي بده يعمل مقابله بدهم يكون السي في بايدهم والشخص مقابلهم، فهون بصير في عمليه مقارنه ومفارقه. انا هذا الشخص بقول له بيستاهل، روح الفرصه على حاله من ايده. تماما. واثق الخطوة يمشي ملكا. تمام. قبل ما اروح على المقابلة انا بدي اكون مجهز حالي. كثير بروح على مقابلات عمل وكثير بشوف ناس بتروح على مقابلات عمل، دائما بجهز حالي كاني اول مرة بروح على مقابلة العمل. لما بدي اروح على مقابلة عمل بدي اكون مستعد قبل بكذا يوم، مختار شو بدي البس حسب الوظيفة، لبس رسمي او لبس مثلا مثل ما بنقول كنزة ابي بولو مع بنطلون ماش، الحذاء يكون ملمع، مختار هندامي بشكل جيد، مسرح شعري، مهذب دقني، عامل دراسه صغيره عن الشركه. انا لما فوت مثلا هلا على موقع لينكد ان، هذا من المواقع المهمه جدا واللي مين ما بشوف بنصحه فيه وكثير قوي اذا ذكرناه بالسيره الذاتيه. وبيساعدنا كثير لنلاقي فرص عمل ان كان بالبلد او برا البلد. فانا لما بروح على مقابله عمل
كثير حلو اني فوت على لينكد ان، شوف الشركه، شوف الموظفين فيها، اقرا عنها، اعرف شو بتساوي، اقرا عن المنصب الوظيفي اللي انا رايح له، حتى ممكن اعرف اسم مسؤول التوظيف اللي انا رايح لعنده. فوت، مرحبا استاذ محمد، هون هو بده يتلبك مو انا، انه منين هذا عارف اسمي؟ يا الله الزلمه مش واثق بحاله. كل شيء بده يسالني اياه بده يكون محضره، انا عندي فكره عن الشركه، مثلا اذا قال لي انت شو رح تقدم لنا بشغلنا؟ انا ما بعرف شو بتشتغل الشركه، فانا رح اتلبك. في كثير ناس بتقدم على كثير وظائف، فلما يدق لها مسؤول التوظيف ما بتعرف على اي شاغر دقق لها. فحيروح ما له عرفان لوين مقدم وشو الشغل، هون كمان رح يتلبك، بس هو عنده مهارات وشخص جيد ويمكن لو محضر شوي لقدر يثبت حاله. فبتاكد انا من الشغل اللي مقدم له، ما بحاول احط حالي بمكان اقل من اللي بيستاهله، ما بقدم على كذا شاغر، بستنى الفرصه اللي بيستاهلها، بحضر كثير منيح، بقرا السيره الذاتيه تبعي. انا بساوي سيرتي الذاتيه وحافظها جدا، بس دائما قبل ما اروح على مقابله عمل بقراها، بحضر حالي مشان شو ما سالني عنها بجوز في شيء انا يكون عندي يعني متعود عليه بسيرتي الذاتيه حلو وما انا جايب بالي، فيسالني عنه يفوت شوي بتفاصيل وانا هون ما اتذكر. مره صار يسالني حدا عن المهارات اللي انا عاملها والدورات اللي انا عاملها، ففعليا انا عن جد رايح من بالي انه هي الدوره انا عاملها. حلو. لان فتلبكت انا هون، ضروري كثير يكون محضر بروفايلي كثير منيح قبل ما اقعد قدام اي حدا يناقشني فيه. اكيد. وروح السيره الذاتيه معي مطبوعه، ما اوصل مثلا اللي وين سيرتك الذاتيه؟ مو معي، تلبكت، فهذا رح يساوي لي كمان تلبك. نعم. ضروري مثل ما اتفقنا كثير يكون محضر حالي وواثق بحالي وعرفان امكانياتي وعرفان شو بدهم. اكيد هيك يعني اكيد رح اثبت حالي وما حاتلبك ابدا. يعني اليوم هيك من خلال حضرتك استاذ عبد الله اخذنا بعض الخطوات البسيطه لحتى نساعد كل المقبلين على سوق العمل، بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافيه. شكرا لوجودك معنا استاذ عبد الله قهوجي وعلى المعلومات الدقيقه اللي فدتنا فيها ايضا وفدت مشاهدينا. دائما يمكن السي في هو مفتاح بيكون لمستقبل شخص او بيحدد احيانا بدايه مسيره حياته. نورت صباحنا واهلا وسهلا. خلي لي اهلا وسهلا فيك.